الخماسي الاخر في حين يترك رودريجو ريوس في الخط الامامي، الكره صعبه لزراريا بنزيما، رونالدو والتسديده الاولى تضرب في الدفاع من اول كره خطيره لصالح ريال. كريستيانو كاد يفتح مجال التسجيل ويضيف هدفه 17 هذا الموسم في الدوري. من يلحق برونالدو في ترتيب الهدافين؟ الكره هنا كانت ممتازه من هناك على جهه الماريا. اوريدي بوت اندر ذا كوش. As I was saying, Arbeloa is scheduled to go in goal. And Cristiano Ronaldo gets a touch. Cristiano Ronaldo scores within 3 minutes. In such impressive form, Cristiano Ronaldo. He has now equaled Hugo Sanchez's La Liga record for Real Madrid. A lovely touch. Just nods the ball home. With that left foot, 17 league goals. We're only in match day 14. Ronaldo well onside. It's a tap into the far corner from Cristiano Ronaldo. Isco's assist. Almeria nil, Real Madrid 1. Cristiano. في تشكيلة فريق ريال مدريد. هدف ثاني. معذرة مشاهدي الأفاضل، معذرة، كريم بنزيما يسجل هدف ثاني مباغت تماما لألميريا ومباغت لي. كنت أبحث في أوراقي عن المعلومات حول موراتا وفجأة كريم بنزيما دفاع ألميريا وفجأني بهدف ثاني. لا أدري حتى كيف سجله كريم بنزيما، هو الهدف الثامن لكريم في ظروف صعبة. شكرا انطلاقة هنا من جانب عناصر الريال. كريم طلب الكرة في العمق باليمنى ثم باليسرى. رائعة التسديدة والهدف. جيسي رودريغيز حطها لكريم، استلم بيمناه وسدد بيسراه في الزاوية اليمنى لمرمى ستيفان سواريز. هدف وزنه من دهب. ياراميندي في الوسط يتمكن من هذه الكرة، يوصلها مباشرة لإيسكو. إيسكو إيسكو أمامك التعبير، شفت كيف يخرج من الوضعيات الصعبة، الكرة في العمق. جول جول من جاريث بيل الثالث. نعم جول جول جاريث بيل، اخطف الكرة وسجل هدف الرابع هذا الموسم مع الريال، هدف الرابع في الدوري وهدف واحد في دوري الأبطال. صارت النتيجة 3-0 لصالح ريال مدريد. جاريث بيل الخداع الماكر خلف المدافع اخطف الكرة وبالأحرى سرقها وتمكن من تسجيل الهدف الثالث. في وقت يحدث التغيير الثالث الآن في تشكيلة فريق ألميريا بدخول مهاجم آخر هذه المرة، هو اللاعب أوسكار دياز. شوف الإعادة مرة ثانية، خطأ أنا من الدفاع. جاريث بيل لا يفوت ولا يضيع كرة مثل هذه ويسجل الهدف الثالث لصالح ريال مدريد. دخول أوسكار دياز الآن، التغيير الثالث في تشكيلة فريق ألميريا. وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وغيرها. انطلاقة من هناك تجد كرة صعبة عن طريق خيسي، يوصلها مباشرة لإيسكو. إيسكو الرابع، يا سلام. إيسكو يسجل الهدف الرابع والخامس له هذا الموسم. صارت 4-0 النتيجة الآن. الانتصار الرابع على التوالي لكارلو أنشيلوتي لأول مرة يحدث له منذ مجيئه للريال. فرانشيسكو إيسكو يسجل الهدف الرابع لريال مدريد، هدف الخامس هذا الموسم. والله لما استلمها هنا، شوف هنا كنت سأقول سيسجل، سبحان الله. إيسكو متعود، يذكرني بأنه مع مالاغا كان سجل هدف في مساحة صغيرة، يوقف الكرة أمام المرمى، المرمى أمامه لاعب أيضا يغطي على الحارس، أوب يسجلها بين رجلي اللاعب اللي أمامه في الجهة اليمنى أو اليسرى من المرمى. شوف زاوية مغلقة، الحارس لم يشاهد شيئا، شاهد الكرة وهي تتوجه نحو المرمى بالرباعية. ريال مدريد يضرب اليوم، وليس أي ليس أي واحد من بإمكانه أن يحدد كرة صعبة لصالح الرياض. الخامس من الفارو موراتا. الفارو موراتا لم يكن متسللا حكما حسب هذا الحكم المساعد. 5-0 صارت النتيجة قبل 10 دقائق من نهاية المباراة. 5-0 صارت النتيجة قبل 10 دقائق من نهاية المباراة للريال. فالفارو موراتا فعلها، انفلت خلف المدافعين وخرج وجها لوجه. هل رفعها فوق الحارس أم مرت بين يديه؟ سنعاود التصوير البطيء
طبعا سنعاود اكتشاف اذا كان في رايه تسلل ام لا. من هذه الزاويه صعب ان نشاهد. لا 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 اعتقد كان في رايه تسلل. حاول يرفعها ولكنها مرت بين يدي الحارس وكان الهدف الخامس لصالح الريال. فحت تقريبا على يساره قبل ما تدخل رفع يديه لانه كان يعرف اتجاه الكره. من هنا تعرف اتجاه الكره داخله ولا لا. نعم داخله على الجهه اليسرى من مرمى الحارس. 5-0 صارت النتيجه للريال من دون رونالدو.